دونك دور واحد الامتحان تجريبي، صحيح ديال الامتحان التجريبي في الموجة تجريبي ميدسين. دونك اللي بغى يستافد من هادشي التروس ولا التحضير لمباريات الطب راه كنديرهم، وبادي في واحد الجروب من دابا، نخلي النمرة ديالي راك تعرفوها ويتواصل معايا وندخلو للجروب ونبداو. كاين عرض ديال التحضير من دابا. دونك يوجد أنبوب أسطواني الشكل من الفولاذ في قاع البحر مغلق يحتوي على الهواء، يحدث غطاس موجة صوتية عند طرف A للأنبوب وسط مطرقة، عند لحظة T نعتبر أصل التوارك، عند طرف B وبسط ميكروفون حساس يسمع الغطاس الثاني الموجة المنبثقة من A. تتعلق سرعة انتشار الصوت في الهواء بالمقادير غاما ثابتة، T درجة الحرارة، R ثابتة، M. نعطي سرعة انتشار الصوت في الفولاذ، سرعة انتشار الصوت في الماء، ومجال الترددات. دونك عطاونا هاد المساعدات، هادو كنستعملوهم، هاد المساعدات كيتستعملو. دونك يمكن التعبير عن سرعة الصوت في الهواء بالعلاقة. دونك هنا خاصني ناخد وحدة فيهم وندير لها معادلة الأبعاد، ناخد وحدة فيهم وندير لها معادلة الأبعاد. في ناخدو هي غاما أختي على ام، واضح؟ خاصني نتحقق منها، ندير في غاما ار تي لا ماس مولا غاما بدون وحدة، يعني غنعوضو بواحد ار، عطوني الوحدة ديالها دابا ار، عطوني الوحدة هي باسكال متر كيب داكو مول مونزا كيلفن مونزا تي بالكيلفن لاماس بالغرام مول مونزا داكو. هاد الباسكال خص تفرتك الباسكال باش ندير لها الابعاد، خص نلقى، خص نعرف ان كل واحد باسكال هو واحد، وهو واحد نيوتن متر موندو داكو. علاش؟ لان بي كتساوي اف على اس، هادي كتكون بالنيوتن وهادي متر وكاري. دونك الباسكال هو نيوتن متر موندو، خص تكون عارف ولا بغيتي يجيك الكونكور ساهل. والنيوتن تتقراو في الوسط ديال العام هو الكيلوغرام متر سوكون موانزا في المتر موندو. دونك باسكال كوحدة هو المتر موانزا سوكون موندو، هادي باسكال الوحدة ديالو في النظام العالمي. داكو دابا غنمشيو نعوضو، تولي في شوف دقادق، قلنا غاما ما عندهاش وحدة، ار عندها الباسكال داكو. الباسكال هو الوحدة ديال الكيلوغرام، هو الوحدة ديال لاماس، المتر موانزا هو طول موانزا، سوكون هو تي موان دو داكو. بقات لنا هنايا المتر كيب هو ال اس 3 مول موانزا داكو، غتبقى المول موانزا نخليوها الكيلفن موانزا فوا الكيلفن، لان هادي كتكون بالكيلفن على غرام. دونك هادي راه كيلوغرام، هادي بالغرام، غرام على المول يعني حتى هي لاماس مول موانزا. غتمشي لنا هادي مع هادي، غتمشي لنا هادي مع هادي، هادي مع هادي داكو، غتبقى لنا هادي وهادي، تولي هي غاسين ديال الطول تلاتة حيد هي كاري زمان موان دو، تولي هي ال تي موان زان. اذا البعد ديال من هي المتر سكون موان زان، اذا العلاقة الصحيحة، العلاقة الصحيحة هي في كتساوي غاما اغ تي لا ام، والجواب سي. سؤال 25 بغينا في ار داكو. دونك في ار حنا ما كاين والو، عندنا واحد التحويل، راني كانت عندي هنا كيلوغرام، شوف هنا كانت عندي كيلوغرام في لاماس، وهذه كانت عندي غرام، يعني غنضرب هادشي في 10 اس 3. دونك غادي ندير في كتساوي الغاسين ديال غاما اللي هو 1.4، ار اللي هي 8.31، درجة الحرارة عطاوها لنا بالكيلفن 278 على لاماس مولار، وغنضربها في 10 ناقص 3 هي 29.
دكوغ خصنا نحسبو هادي لأن عطاوني المساعدة. دونك 1.4 نرجعها هي 14، 10 أس ناقص 1، 8.31 هي 831 في 10 أس ناقص 2، 278 على 29 في 10 أس ناقص 3، يمشي لنا هذا وهذا وهذا. هذه غتخرج هي 334 أوكاري، عطاو لنا كمساعدة هي 334 متر سكون موانس. دونك هنا قيمة في ار، هنا السؤال 26، المدة الفاصلة بين المرة الأولى. دونك هنا عندي جوج سرعات الانتشار، هنا عندي سرعة الانتشار في الفلز فاش ضرب بالمطرقة، وعندي سرعة الانتشار في الماء. دونك هنا وسط وهنا وسط، دونك هما بغاو الطول. حنا اش كنعرفو؟ دلتا تي كتساوي هي تي عدي الماء، وعندي الفيليز دونك راه في الماء غيكون معطل على الفيليز اللي هو الميتال. داكو دونك هادي تي هي ال على في او ناقص ال سوغ في ميتال، سرعة الانتشار في الميتال. دونك دلتا تي كتساوي ال على في او، نعملو بها تولي 1 على في او ناقص 1 على في ميتال. دونك الى بغينا ال بغينا ال تساوي دلتا تي على 1 على في او ناقص 1 على في ام. دونك هي 50 في 10 اس ناقص 3 على في ديال هي 1500 ناقص الاخرى هي 1 على 5800. هادشي اللي غتلقاو محسوب، غتخرج لنا خرجنا دلتا تي هي سيدي غتبقى هي 50 في 10 أس ناقص 3. عطاوني المساعدة ديال هادوك واحد هي 5.17 في 10 أس ناقص 4. داكوغ دونك هنا تساوي لنا هي هادي رجعت ليا 5 في 10 أس ناقص 2 على 5.17 داكوغ في 10 أس ناقص 4. عطوني واحد المساعدة، شلون عطوني واحد المساعدة؟ ها هي عطوني 96 و5 وهذه. دونك كيفاش نخدمها؟ بعدا نكمل هذا تولي هي 5 في 10 5 على 5.17 في 10 أس ناقص 2. دونك هما عطوني أن 5 على 96.7 كتساوي هي 5.17 في 10 أس ناقص 2. داكوغ دونك الى شديت هادي هبطتها وهادي طلعتها غتخرج لنا هي 96.7 متر، تقريبا هي 97 متر. داكوغ نتمنى انكم فهمتوا معايا السلسلة، ونتمنى انكم تعاونوني بالدعم بالبارطاج. دونك ندير اكبر سلسلة ديال التمارين كاينة في الموجات، فيها امتحانات، فيها وطنيات، علوم فيزيائية، علوم الحياة والارض، علوم رياضية، ومباريات، وريتكم كيفاش تتعاملوا مع المباريات. المهم ما تبخلوش، حنا بالدعم ديالكم بالبارطاج باش نكملو معاكم. اعانكم الله.